المدينة هذه والجهة ديال الدار البيضاء الكبرى. مشكورين كذلك، شكرا جزيلا، وصراحة تحية الرجال الوقاية المدنية، صراحة يبذلون مجهود كبير وضحاوا بالأرواح ديالهم وخلقوا الأمن والأمان والاستقرار بالمنطقة وأمن المنطقة. تحية لهم وتحية كبيرة. تحية للساكنة، الساكنة تاهما، المواطنين تاهما اللي كانوا، وتحية حتى للزملاء ديالنا الصحفيين اللي واكبوا التغطية من هذا المكان هذا، وشكرا للجميع. احنا كنا في الديبي ديال لانسوندي، يعني باسكو لي سابابون اون فوا خصهم يجيو خصهم يلقاو لا بريسيون والماء موجود باش يديروا الخدمة ديالهم. دونك حنا تنكونوا او ديبي دو لانسوندي ملي وقعت. Je pense qu'il est vers 6h et quelques, je ne sais pas si c'est vers 6h30 que les premières déflagrations de la montagne. هما باقي خدامين الناس ديال الساب بومبين، نتمناو لهم التوفيق في الخدمه ديالهم، ولكن الحمد لله الامور دارت مزيان. لا ما كاين والو، انا ما عنديش يعني لي زانفورماسيون، ولكن اما كونيسونس ما وقع. اليوم 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 مازال في هذا الوقت دابا تو علمك يقول لك اش طراو، علاش وكيفاش، علاش وكيفاش، مازال هذاك الشيء غادي تكون غدا اون اونكيت اللي غادي تقول لك علاش وكيفاش. اليوم اش كنقول لك انه شنو هو لو كونستا انه وي لانترفونسيون الحمد لله ديال المسؤولين ايميديات، يا ليفاكواسيون ديال لا بوبولاسيون، والحمد لله انه يا اوكين فيكتيم، ما كاين حتى ضحيه، هذا هي اهم حاجه. غدا كيفاش وعلاش واش خصو يدار باش ما يعاودش يطرى هذا الشيء، سي سكي صافي. قلت لك كيف ما راه هذه 20 عام اكزاكتومون، في 2002 تحرقت لا سمير، اليوم عاوتاني 2022 مالوغوزمون عندنا اونكور هذا الانسوندي. ان شاء الله دوما اون لا بروميس، عندنا الوعد ديال السلطه بان ما غادي تاخذ لي ميزور نيسيسير، وحنا تايقين فيهم باسكو شفتوا ديجا الانترفونسيون ديالهم كيفاش كانت رابيد ايفيكاس. هذا هو المهم اليوم اللي خصنا نديروه، هما نشكرهم اللي حماوا الناس وعتقوا الناس اللي كانوا ساكنين هنا وما طرات الحمد لله حتى حاجه. اوجوردي لانسوندي راه كتشوفوا لانسوندي ميتريزي، دليل اننا كلنا هنا قراب لهم، وانتم ملي دخلتوا وفزافي بي فرانشير لي باريير اللي ما كانش عندكم الوقت الحق تجاوزوهم، اذا راه السلامه ديال الناس مضمونه. هذا هو المهم. الاحتياطات اللي غدار باش ما يوقعش لينا، الاحتياطات انه هذاك الشيء غادي يدار مع الوقايه المدنيه، اللي غادي يدار حنا بالنسبه للجماعه اننا غدا التصاميم ما غاديش يبقاو يجيو ويطيحوا بلا ما ياخذوا عين الاعتبار المشاكل والواقع ديال المدينه، لانه هذا الشيء اللي ما كانش كيدار لوكالمون، ولكن غدا اي حاجه اللي ما كتاخذش بعين الاعتبار السلامه ديال الساكنه ما غاديش تدوز. هذا هو اللي غادي نوعدكم دو توت لي مانيير، راه حنا ان 2023 نو زافون ان بلان داميناجمون اي فودرا كي برين ان كونسيدراسيون هذا الشيء. شكرا.